حديث أكثر معنا ناصر بن محمد الرزيقي، عضو مشارك في COP28 من وزارة الطاقة والمعادن. أهلا وسهلا بك الأخ ناصر. حياكم الله، شرفت نورتم. يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بالتواصل معك. نتحدث مهندس ناصر عن أجواء المشاركة في COP28 ونشاط أكيد مختلف الدول في هذه المشاركة من خلال كثير من الأنشطة والفعاليات المقامة. تفضل نسمعك. أيوة، بالنسبة لمشاركة وزارة الطاقة وهيئة البيئة هنا في COP28، هناك مبادرات كثيرة قامت بها الوزارة وهيئة البيئة في COP28، وحاليا قامت وزارة الطاقة عندنا بتوقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة الطاقة وشركة هيدروجين عمان وميناء أمستردام وشركة زينس بتشغيل محطات الطاقة، وقاسلك أيضا على دراسة فرص تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر العماني وتصديره إلى ميناء أمستردام ومنها إلى أوروبا. نعم. وهناك أجزاء كبيرة من المعرض روض الرطل العماني يتضمن عرض مبادرات هيئة البيئة في المحميات ونظام الإنذار المبكر، وأيضا قسم خاص بالمعادن التي تسهم في التحول في الطاقة، وعرض مشاريع الهيدروجين في سلطنة عمان. نعم. حاليا ما هي أبرز التحديات المتعلقة بنقل وتصدير الهيدروجين؟ التحديات المتعلقة بنقل الهيدروجين مرتبطة بتخزين الهيدروجين ونقل الهيدروجين. تخزين الهيدروجين في العادة على ثلاث أنواع، إما تخزينه عن طريق الأمونيا أو تخزينه عن طريق الغاز تحت ضغط عالي، والطريقة الأخيرة اللي هي تسييل الهيدروجين. الاتفاق الأخير الذي قامت به الوزارة هو عبارة عن إجراء دراسة لتسييل الهيدروجين، يعتبر أحد الطرق الحديثة والتي يتوقع لها مستقبل باهر، هي تسييل الهيدروجين ونقله إلى الموانئ الأوروبية. نعم. ماذا نقصد بتسييل الهيدروجين؟ تسييل الهيدروجين مثل ما نعرف هنا دولة مصدرة للطاقة، فلن نستغل في تسييل الغاز الطبيعي، مثل تسييل الغاز طبيعته حتى درجة 62 درجة سيليزية. لكن في الهيدروجين يتم تسييره عن طريق درجات حرارة تصل لمسالب 270 درجة سيليزية، اللي هو يكون في عدم مستنزف للطاقة. لكن الدراسة الحديثة أو الاتفاقية الجديدة التي تقوم بها السلطنة مع قامت بها السلطنة مع دولة النيذرلاند، وتركز على توظيف هذه التقنية تسييل الهيدروجين ونقله عن طريق موانئ المتخصصة لاستقبال هذا النوع من الهيدروجين والهيدروجين السائل. نعم. يعني كانت الجوانب المتعلقة بتبريد الهيدروجين أو تسييله وفق الدرجات التي ذكرتها، يعني كدرجة حرارة منخفضة جدا، كان بحد ذاتها تحدي. الآن أنت تتحدث عن تقنية يمكن من خلالها تبريد الهيدروجين بهذه الدرجات بطريقة أسهل من الطريقة المعقدة، لأن البعض يقول أنه أنت أصلا تحتاج إلى طاقة مضاعفة للحصول على درجة يعني حرارة منخفضة بهذه الدرجة. سؤالك جدا ممتاز عبد الله. دائما التحدي اللي يواجه في تسييل الهيدروجين هي الكفاءة، كفاءة الطاقة وكيف نصل لدرجة حرارة ممتازة قابلة يعني لتسييل الهيدروجين. الشركة المطورة اللي هي شركة زينس عندها تقنيات حديثة ترفع كفاءة الطاقة والطاقة المستخدمة، حيث يتم تقليل الطاقة المستخدمة لتسييل الهيدروجين ورفع كفاءة الهيدروجين أثناء النقل من موانئ الخليج إلى الموانئ الأوروبية. لذلك هذه الدراسة بتكون عبارة عن تطوير بحثي. نعم. للنظر إلى سوق العمل ذلك. الشركة الوحيدة اللي قامت فيها تسييل الهيدروجين ونجحت في هذه العملية هي شركة شيل بالتعاون مع أحد الوكالات الحكومية اليابانية، قاموا بنقل الهيدروجين من موانئ أستراليا إلى اليابان، تم نقلها بنجاح. وأيضا قبل 5 أو 6 أشهر كان هناك استقبال لهذه السفينة التي تسيل الهيدروجين في موانئ سلطنة عمان. نعم.
هل هذا يعني ناصر انه نجاح مثل هذه التقنيات يعني استثمارات جديدة حتى على نطاق السفن التي تنقل الهيدروجين حتى تكون مهيئة في انها تتعامل مع الهيدروجين وفق المعطيات التي ذكرتها؟ بالضبط مثل ما ذكرت. الموانئ المستقبل لمثل هذا النوع من السفن يجب ان تكون مطورة لاستقبال شحنات الهيدروجين السائل. وايضا الموانئ المصدره للهيدروجين يجب ان تكون هناك نسمه تقول معدات مخصصه لتكثيف الهيدروجين لنقله بطريقه سائله. وايضا الشحنات يجب ان تكون هناك السفن المخصصه لذلك. نعم. ولذلك هذه الدراسه البحثيه في حال تمت ونجحت سوف تكون نقله نوعيه في نقل الهيدروجين. لان حاليا معظم التوجهات العالميه تتوجه الى الامونيا، لكن الأمونيا يجب هناك تكون عملية اللي هي تكسير جزيئات الهيدروجين من الأمونيا واستخلاصها. هذه العملية العادة تكون مكلفة، لكن في عملية تسهيل الهيدروجين يصل بكثافة عالية. نعم. خلال تسهيله. نعم. وصول الهيدروجين العماني إن صح التعبير إلى أمستردام، هل هذا يعني أنه يسهل وصوله إلى الأسواق الأوروبية بشكل أكبر؟ سؤالي مرة أخرى، هل وصوله إلى أمستردام يعني سهولة وصوله إلى الموانئ والمناطق الأخرى في أوروبا؟ معظم الموانئ الأوروبية أو مدخل الموانئ الأوروبية والسوق الأوروبي هي ميناء أنتريب اللي هو في بلجيكا، وميناء روتردام في هولندا. هذا عبارة عن مدخل للسوق الأوروبي. معظم الاستثمارات التي تقوم بها الاتحاد الأوروبي تقوم عن طريق مدخل هذه الموانئ. فلذلك في حال نجحت نقل احد الشحنات الى هذه الموانئ يتم نقل مخططات الاتحاد الاوروبي لربط معظم هذه الموانئ مع الاتحاد الاوروبي بشبكات نقل الهيدروجين عن طريق الانابيب. اي نعم. هل تاخذ هذه الدراسه التي تم التوقيع عليها البعد التجاري في عمليه نقل الهيدروجين؟ يعني هل تتحدث الدراسة عن الجدوى الاقتصادية من استخدام مثل هذه التقنيات للتغلب على تحدي الكلفة؟ هذه أهم نقطة. الأهم نقطة هي تكلفة الإنتاج بالنسبة لتكلفة التخزين والنقل، وأيضا سعر الذي يتلقاه المستخدم. هذا سعر الذي يتلقاه المستخدم من الهيدروجين. فلذلك هذه الجدوى الاقتصادية بتتكلم عن جميع هذه التفاصيل، بدءا من تسهيل الهيدروجين وتكثيفه في سلطنة، نقله إلى أو مسافة النقل إلى الموانئ الأوروبية، ومن ثم نشره إلى دول الاتحاد الأوروبي. نعم. وأتوقع إن شاء الله يعني التغلب على مشكلة نقل الهيدروجين قد تكون هي يعني بوابة الخير لهذا القطاع الذي يواجه يمكن أكبر تحدي في هذا المجال. ما هو القادم يعني بعد الدراسة؟ هل هناك إطار زمني معين لهذه الدراسة؟ هل هناك مراحل قادمة ما بعد الدراسة؟ المرحلة الأولى من هذه الدراسة بتكون عن طريق فريق خاص يتكون من الشركات التي تم توقيعها، اللي هي شركة زينت لتشغيل المحطات، وشركة غاز لوك للدراسة، وميناء أمستردام، وفريق من شركة هيدروجين عمان، وفريق أيضا من وزارة الطاقة والمعادن. سيتم تشكيل هذا الفريق وبحث النقاط القادمة ما بعد التوقيع لتسريع العملية، اللي هي ما هي الأهداف المرجوة، ومتى بتكون تحديد التواريخ والنتائج المتوقعة من هذه الدراسة. نعم. سؤال أخير يعني مهندس ناصر، يمكن يكون فني نوعا ما، هل تسييل الهيدروجين يساهم في الحد من المخاطر المتعلقة باشتعاله والمخاطر الأخرى التي كانت كذلك مصدر قلق؟ تسهيل الهيدروجين في الواقع أكثر أمانا من ضغط الهيدروجين. ضغط الهيدروجين يتم على ضغط جدا عالي. تسهيل الهيدروجين التحدي اللي فيه دائما يكون تكلفة البناء نفس يعني البنية الأساسية التحتية لتسهيل الهيدروجين، لكن في حال ما توفر تمويل او احضار الشركات الخارجية بهذا الامر فيمكن التغلب عليه. اي نعم، ولكنه يحقق يعني هدفين في نفس الوقت، يقلل من المخاطر المتعلقه باشتعاله، وفي نفس الوقت يمكن من نقله بطريقه امنه. بالضبط بالضبط.
بيمكن من نقله بطريقه امنه اكثر كفاءه من ناحيه وصول الهيدروجين بكميات عاليه وخصوصا في المشاريع التجاريه. بعض هذه المشاريع يعني اكثر هذه المشاريع تهتم بالكميات التي تنتج وايضا كفاءتها والسعر وتكلفه النقل. اي نعم. مهندس ناصر اكيد اتمنى لكم كل التوفيق من خلال وجودك في كوب 28. مثل ما نعرف انه سلطنه عمان تهدف الى انتاج 1,000,000 طن من الهيدروجين بحلول عام 2030. من خلال الان وجودك هناك هل يعني تعتقد انه العالم وفق التقنيات والدراسات الحديثه سيجد حلول حتى يعني عام 2030 لابرز التحديات الموجوده في قطاع الهيدروجين المتعلقه بتخزينه ونقله؟ هل يعني متفائل من خلال وجودك واحتكاكك مع مشاركات كثيرة إنه هذه التقنيات إن شاء الله ستتوفر؟ الجميل في هذا القطاع إن التقنيات تتحول بسرعة غير متوقعة، يعني تغيرات سريعة وتقنيات حديثة خلال كل شهر وشهرين تسمع عن تقنية حديثة وتقنية جديدة. لكن الأهم من ذلك هو مثل توقيع هذه الاتفاقيات سهل الكثير من الإجراءات، خصوصاً للشركات الأجنبية اللي عندها التقنيات اللي ممكن توظفها للاستخدام الصحيح. نعم. فلذلك مثل هذه الاتفاقيات يعتبر جداً مهم بالنسبة لنا كدولة سلطنة عمان، وأيضاً تطبيقها واستخراج النتائج الإيجابية منها. نعم. شكراً جزيلاً لك ناصر، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. طيب سعيد وعبد الله ولكم كل التوفيق ان شاء الله. يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك ناصر بن محمد الرزيقي، عضو مشارك في كوب 28 من وزاره الطاقه والمعادن. كان معنا للحديث عن الاتفاقيه التي تم توقيعها، هذه الاتفاقيه التي ركزت بشكل كبير على البنيه التحتيه المشتركه لتصدير الهيدروجين الاكثر، الهيدروجين الأخضر كيف الأكثر صارت ما أعرف. وأكيد يعني هذا واحد من أبرز يمكن وأكبر التحديات اللي يعني تواجه قطاع الهيدروجين اللي هو نقله وتخزينه، ولكن أكيد مع استمرار هذه الدراسات والتقنيات الحديثة ربما توجد يعني هناك طرق وحلول لهذه الطاقة التي تسمى بطاقة المستقبل. هذه كانت حصيلة برنامجنا لليوم في مع الشبيبة مستمعين الأحبة. تقبلوا منا أجمل التحايا فريق البرنامج ياسم البداعي بلقيس الحبسية وفي الإخراج أحمد العزيز وأنور الأشرف. نلقاكم بحول الله تعالى في حلقات قادمة. في أمان الله.